المرضى عيش فيهم، لأنك أنت وحياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاؤنا كلنا، شفاؤنا كلنا، وقيامتنا كلنا. أنت الذي Stand up in the fear of God and let us listen to the Holy Gospel. A reading from the Holy Gospel according to our teacher, St. John, the evangelist. May his blessings be with us all. From the Psalms of our teacher David, the prophet and the king, may his blessings be with us all. Amen. You have given a banner to those who fear you, that it may be displayed because of the truth, that your beloved may be delivered, save with your right hand. Blessed is he who comes in the name of the Lord and our God, our Savior and King of us all, Jesus Christ, Son of the living God, to whom be glory forever and ever. Amen. If anyone serves me, let him follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. Now my soul is troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour, but for this purpose I came to this hour. Father, glorify your name. Then a voice came from heaven saying, I have both glorified it and will glorify it again. Therefore the people who stood by and heard it said that it had thundered. Others said an angel has spoken to him. Jesus answered and said, this voice did not come because of me, but for your sake. Now is the judgment of this world. Now the ruler of this world will be cast out. And I, if I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. This he said, signifying by what death he would die. The people answered him, we have heard from the law that the Christ remains forever. And how can you say the Son of Man must be lifted up? Who is this Son of Man? Then Jesus said to him, a little while longer the light is with you. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. He who walks in darkness does not know where he is going. While you have the light, believe in the light, that you become sons of light. Glory be to God forever. Your
غاري ما شو انجي بي ميني انت بستافروس انت ايسو بخير خيرسو سبو اورو بنوتي انا ليثينوس جيفس مروت انجي بيوت نم بشيري نم بي ام نم اثوار تتري سجيك فو تنوش تموستنتيون. أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يتملك وتكتاكل مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا مسكين إلينا ولا تدخلنا في ضيق ولكنك نجينا من الشرير في المسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. كم بخلص توسيس وفرين شويس خلص المحية الذين فطر مثل القديسين وسؤال مقبره قدس من غفرت المخاطية مرت مسكت لما مسكت أنت الآن يا سيدنا من قبل رسول ظهر عمت الذين في الخطأ الأرض واربط حكم بصر مع عبيدك يا رب أبا أخواتي أخواتي ضعف نحن من حنا بالرسى مجد سخط الله ومرزقنا رحمتك واقطع كل ربطات خطايانا من قلب علم وبغير من غسى قلب فعل قول صغر نصف أنت سيد العار وضعف البشر كصالح ومحب البشر اللهم نعمنا بغفران خطايانا باركنا طاهرنا حالنا ملأنا من خوفكم دسلك يا رب يا ملك السلام أعطنا سلامك قرنا سلامك واغفرنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا زين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. تفضل يا ابونا ارسانيوس.
بشوي سنين بشوي سنين صلت الساعة الثالثة والستة نقدم هو المسيح ملكنا إلهنا نرجو أن يغفر لنا خطايانا من 30 مزامير معلمنا داودنا وبركاته علينا أمين. يستجيب لك الرب فيهم شدتك ينصرك اسم إله يعقوب يرسلك عونا من قدسية من صنع يعددك يذكر جميع ذبائحك يستثمر محرقاتك يعطيك الرب حسب قلبك وتم كل مشورك نعترف لك يا رب خلاصك باسم إلهنا ننمو يكمل الرب كل سؤالك. الآن علمت أن الرب قد خلص مسيحه واستجاب له من سماء قدسه بجبروت خلاص يميني هؤلاء بمركبات هؤلاء بخيل نحن باسم الرب إلهنا ننمهم عصر وسقطوا نحن قمنا وانتصبنا يا رب خلص ملكك واستجب لنا يوم ندعوك هللويا. الساكن في عون العلي يستريح في ظل إله السماء يقول الرب أنت هو ناصر وملجأ إله فاتكل عليه لأنه ينجين فخ الصيادة من كلمة مقلقة في وسط من كبير وظللك تحت جناح تعتصم عدل وحيد بك كالسلاح فلا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من أمر يصف الظلمة سقطه هو شيطان الظهير يسقط عن يسارك ألوف عن يمينك ربوات أما أنت فليقتربون إليك عينيك تتأمل مجزات خطاتك لأنك أنت يا رب رجائي جعلت العلي ملجاك فلتصبك الشروق وتلت عند الضربة من مسكنك يوصي ملائكة بك لا يحفظون في سائر طرقك على أيديهم يحملونك لا تعصب حق رجلك تتعافع وملك الحياة تسحق الأسد والتنين لأنه علي اتكل فأنجيه أستره لأنه عرف اسمي يدعوني فأستجيب لهم معه أنا في الشدة وأمجده من طول أيام أشبهه أري خلاص أللويا. القديس يوحنا الباشير والتلميذ طه بركاته على جميع امين. متى جاء المعز الروح القدس الذي يرسله الاب باسم فهو عليكم كل شيء يذكركم بكل ما قلته لكم سلامي اترك لكم سلامي انا اعطيكم ليس كما يعطي العالم اعطيكم ولا تضطرب قلوبكم ولا تجزع سمعتم اني قلت لكم اني امضي ثم اتي اليكم لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لاني امضي الى الاب لان ابي اعظم مني وقد قلت لكم الان قبل ان يكون حتى متى كان تؤمنون لست اقول لكم كلاما كثيرا بعد أن رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء لكن لكي يعلم العالم إني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل قوم ننطلق من هنا أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه كل ما يأتي ثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر وأنتم من قبل أنقياء لأجل الكلام الذي كلمتكم به اثبتوا فيا وانا ايضا فيكم المجد لا دائما والمجد لا دائما ابدا امين. نسجد لك يا المسيح لان ما بك الصالح والروح القدس لانك تخلصنا ارحمنا الروح القدس يا رب الذي ارسلته على تلاميذ القديسين القرين في الساعه الثالثه ساعه تزعمنا يا صالح لكن جد في عشان قلب النقي الخوف في الله روح المستقيم جد في عشاي لا تطرحني من قدام وجهك روح القدس لا تنزعه مني أيها الرب الذي أرسلت روحك الزكاة تلاميذ القديسين ورسم قرين في الساعة الثالثة هذا تنزعم مني وصالح لكن نسألك أن تجدت في أعشان يا رب الناس والمسيح ابن الكلمة روح مستقيم محين روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة القادرة على كل شيء لأنك أنت هو ضياء نفوسنا يا من يضيء كل إنسان آت العالم ارحمنا يا ولد الله انت الكرمة الحقيقية الحاملة عن قوة الحياة نسألك يتمم له نعم عروسنا بالخلاص نفوسنا مبارك الرب الهنا مبارك الرب يوما في يوما يهيئ طريق لانه الى خلاصنا ايها الملك اسمه المعز روح الحق الحاضر في كل مكان مالك كل كنز الصلاح طموح الحياة هل هم تفضل حل فيهم طهر من كل دنس ايها الصلاح وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك يوم خلص وعطيتهم السلام هلوم أيضا كما نحن وسلامك خلصنا ونرجي نفوسنا إذا ما وقفنا في هيكلك المخزن نحسب ونقف في السماء يا ولد لله أنت باب السماء افتح لنا باب الرحمة قدوس الله قدوس الكاو قدوس حزن الموت الذي
صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس الله قدوس حزر يموت صلب عنا ارحمنا قدوس الله قدوس الله قدوس حزر يموت صلب عنا ارحمنا قد مجد للآب والابن رحمة الله وفلان كل أمين يا سلس قدوس ارحمنا يا سلس قدوس ارحمنا يا سلس يا رب فلان خطايا في سامي زلاتنا فتكون نضى شعبك شفيهم من أبي الإسم في القدوس أبانا وخطنا الذين ركضوا يا رب نحفزهم بالخطية يا رب ارحمنا بالخطية يا رب عنا وقضتنا ليك لك المجد والعزة تكديس المسلس يا رب ارحمنا يا رب ارحمنا أنا مستحقين نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يا ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي رد أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نحن أيضا نكفينا الذين لا يدخلون في فيك إلا نجينا من الشرير السلام لك نسألك وتقدس امثالنا وتعالى السلام منك حي مسيحنا على تقدير سر رب عنا صنعت أية العظمة الملكة ديسة شفاعنا شفاعة فينا ونمسيح من لزولتيك دم السلام لك دار العظمة الملكة حكيم سلام فخر جنسين ولا فينا نعمل والناس أسفلين ساسيوس أسمون خدوس 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 انجيل مقدس بشارة معلمنا مار متى البشير بركاته علينا أمين فلما أبصر الجموع سعد الجبل وعندما جلس تقدم إلى تلاميذ فتحت عليهم قائلا طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات طوبى الحزان لأنهم يتعزون طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون طوبى للرحماء لأنهم يرحمون طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعينون الله طوبى لسناء السلام لأنهم يدعون أبناء الله طوبى للمطردين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا قد طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم ملح الأرض فإذا فسد ملح فماذا يملح لا يصلح بعد لشيء إلا أن يطرح خارجا وتدوس الناس أنتم نور العالم ولا يمكن أن تخفى مدينة كائن على جبل وركضون ثراجا وضعونه تحت المكيال بل يضعونه على المنارة فليضيل كل من في البيت هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكروا أعمالكم الصالحة ومجد أباكم الذي في السماوات مجد الله دائما أبدا أمين ليكمل يا رب قال له وسلم نسجد لك المسيح الآن ما بك الصلاة والروح القدس لأنك صلبت وخلصتنا ارحمنا يا من في يوم السادس الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطايا لا تجرأ عليها أبونا آدم فردوس مزق كتاب ساق خطايانا المسيح الآن وخلصنا أنا صرخت يا الله والرب سمعني اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي التفت إليها واسمعني عشية وباكر وقت الزور كلامي أقول فأسمع صوتي وخلص نفسي بالسلام يا يسوع المسيح الآن سمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطية بالخشب وأحييت الميت موتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بيديك الذي مات بالخطية اقتل أوجاعنا بألامك الشافية المحيية وبمسامير سمرت بها انقذ عقولنا من طاش الأعمال الهولية والشهوات العالمية لا تذكر أحكامك السماوية كرافتين ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من أجل كثرة خطايانا فنحن بك نتوسل إلى الذي ولد منك يا وائل إلى العذراء لأنها كثيرة شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا يتوى الأم الطاهرة لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك لأنه رحوم وقادر على خلاصنا لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا فلتدركنا رأفتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا أعنا يا الله مخلصنا من أجل اسمك يا رب نجنا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس Your salvation amidst of all the earth, O Christ our God, as you stretch your holy hands on the cross, therefore all nations cry out, saying, Glory to you, O Lord. Worship incorruptible, personal, good one, asking for the forgiveness of our sins, O Christ our God. For of your will you were pleased to be lifted up on the cross to deliver those whom you created from the bondage of the enemy. We cry out unto you and give thanks to you, for you have filled all with joy, O Savior. When you came to help the world, Lord, glory be to you. You are she who is full of grace, though thought to cause the Virgin. We praise you, for through the cross your son Hades fell down, and death was abolished. We were dead by we were raised, and became worthy of eternal life, and gained the delight of the first paradise. Therefore we thankfully glorify the immortal Christ our God. عزمك يا من نور حقيقي ومن مجد الله عزرك الديسة والإزبلان وخلص العالم وتخلص البوس المجد لك سيدنا المسيح فخر الإزبلان الشهر السنتين سبعة الكنات وفران الخطايا مبشر بالسلوس القدوس لوت واحد ناس قد لهم مجدوا يا رب ارحم يا رب ارحم بارك امين بالحقيقة تنم بإله واحد الله إلى أبدا أبد الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نم ربنا واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل النور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في جوار إذا كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من روح القدس من عذراء وتأنس
صلب عنا على عهد بلاد سربونت تألم وكبر وقام بين الموات في المسالس كما كتب وصعد الى السموات وجلس عن يمين نبي وايضا ياتي في مجدي ليديني الاحياء والاموات الزلاس الممكن قضاء نعم نوم بروح قدس الرب المحب بس كن لهم نسجد لهم مجدهم على اب والابن الناطق الانبياء كنيسه واحده مقدسه جامع رسلين عترب بمعموديه واحده وفتر وننتظر قيامه الاموات وحياه الدار الاتي امين. نسألك يا رب اسمع اطراف عينا وارحمنا امين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم كريا ليسون كريا ليسون ارحمنا يا الله كريا ليسون كريا ليسون لورد هم مارسي كريا ليسون كريا ليسون have mercy upon us كريا ليسون كريا ليسون هرا أسان هم مارسي كريا ليسون كريا ليسون Lord have mercy كريا ليسون كريا ليسون هم مرسي أبونا كريا ليسون كريا ليسون hear us and have mercy كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون قدوس 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 رب السماوات السماء والارض مملوءات يا مجد كرامتك ارحمنا يا الله الاب ضابط الكل يا ثالوث قدوس ارحمنا ايها الرب الاله القد كن معنا نعيش في عيدنا تقاتنا سواك حل واغفر واسفح لنا الله عن سيئاتنا التي صنعناها برادتنا والتي صنعناها بدافع عنها معرفه والتي فعلناها بغير معرفه الخفيه والظاهره يا رب اغفر لنا باسم القدوس للدعاء علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ياتي ملكوتك تكن مشيتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نحن ايضا زين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع لك الملك والقوه والمجد للابد امين. مجدا واكراما اكراما ومجدا للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدوس سلاما وبنيانا لكنيسه الله الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه امين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السمائي. صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وارحمنا والذين قدموها يا رب ارحم. هللويا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه يا رب خلصنا يا رب سهل سبلنا مبارك الآتي باسم الرب في هودني
شيرين مبني في ماي ثواب نوتي نوتي في زماروت جيف نوتي في يود بي بانتو كراتون آمين في زماروت جيب في فونو جنيس شيري سوز بي خريستوز بين شويس Amen. Hallelujah. Oxa Patrike Ioke Agion Nirma Tikeninke Ae Kestose Onastone Onon Amin نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال أنك سترتنا وعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة سؤالات وطلبات قديسين منهم بصراحة عنا في كل حين ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرة خطايا نحن أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع مخافتك
كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وأمرات الناس الأشرار قيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة المقدسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. خدام هذا اليوم أباء الكهنة والدياكن وبقية الشمامسة والإكليروس وكل الشعب وضعفي فليكون محلين من فم الثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس فم الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية من أفواه الاثنى عشر رسول ومن فم ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد البطريرك القديس ساويرس معلمنا ديسقورس والقديس أثناسيوس الرسول القديس بطرس الكاهن والشهيد رئيس الكاهن القديس حنا فم الذهب والقديس كيريلس والقديس باسيليس والقديس أوروريس من أفواه الثلاثمائة والثمانية عشر المجتمعين بنيقة والمائة والخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفس فم أبينا المكرم مثلث الرحمات البابا البطريرك الأنبا شنودة الثالث فم أباء الكهنة من فم حقارة لأنه مبارك مملوء مجد اسمك القدوس أيها الآب والابن والروح القدس الآن كل آن دهر دور أمين. Choice.
البولس من رسالة معلمنا بولس الأولى لأهل كورنثوس بركاته على جميعنا أمين. لأن يرسلني المسيح لو عمد بل لو بشر ليس بحكمة الكلام لكي لا يكون صليب المسيح باطلا، لأن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهو قوة الله، لأنه مكتوب إني سأبيد حكمة الحكماء وسأرذل علم الفهماء، فأين الحكيم وأين الكاتب وأين مباحث هذا الدهر؟ ألم يصير الله حكمة هذا العالم جهلا؟ لأنه إذا كان العالم في حكمة الله لم يعرف الله بالحكمة، فسر الله فسر الله أن يخلص المؤمنين بجهالة الكرازة، لأن اليهود يسألون آيات واليونانيين يطلبون حكمة، أما نحن فإنما نبشر بالمسيح مصلوبا لليهود عثرة وللأمم جهالة، ولنا نحن معشر الذين يخلصون من اليهود واليونانيين أن المسيح عندهم هو قوة الله وحكمة الله، لأن جهالة الله أحكم من الناس وضعف الله أقوى من الناس. فانظروا دعوتكم أيها الإخوة أن ليس كثيرون حكماء حسب الجسد، ليس كثيرون أقوياء، ليس كثيرون شرفاء، بل اختار الله جهال العالم ليغزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليغزي بهم الأقوياء، واختار الله أدنياء العالم والمرذولين والذين ليسوا موجودين ليبطل بهم الموجودين، لكي لا يفتخر كل ذي جسد قدام الله، وأنتم أيضا منه بالمسيح يسوع الذي صار لنا حكمة من قبل الله برا وطهارة وخلاصا، كي كما هو مكتوب أن من يفتخر فليفتخر بالرب، نعمة الله لا تحل على أبيه. كسلكون من بطرس الأولى بركات على جميعنا آمين. أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تبعدوا عن الشهوات الجسدية التي تقاتل النفس، وأن يكون تصرفكم حسنا بين الأمم لكي يكون فيما يتكلمون عليكم كفاعل شر، إذ يرون أعمالكم الصالحة يمجدون الله في يوم الافتقاد. فاخضعوا لكل ترتيب بشري من أجل الرب، إن كان للملك فكمن هو فوق الكل، أو للولاة فكمرسلين منه للانتقام من فاعل الشر وللمدح لفاعل الخير، لأن هذه هي إرادة الله، أن تصنعوا الخير لكي تسدوا جهالة الناس الأغبياء كأحرار، ولا تكن حريتكم كستار للشر بل كعبيد لله. اكرموا كل واحد، حبوا الأخوة، خافوا الله، اكرموا الملك. أيها العبيد، كونوا خاضعين لأربابكم بكل خوف، ليس فقط للصالحين المترفقين بل للآخر المعوجين أيضا، لأن هذا نعمة إن كان أحد من أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزانا وهو مظلوم. فما هو الافتخار إذن؟ كنتم تخطئون ويكمعونكم فتصيرون، لكن إذا صنعتم الخير وتألمتم وصبرتم فهذه هي نعمة من عند الله الذي دعاكم لهذا، لأن المسيح هو أيضا تألم عنا تاركا لنا مثالا لكي نتبع خطواته، الذي لم يخطأ ولم يوجد فيه غش، وكان يشتم ولا يشتم، وإذا تألم لم يغضب، وأعطى الحكم للحاكم العادل الذي رفع خطايانا على الخشبة بجسده، لكي ما إذا أمتنا بالخطايا فنحيا بالبر، والذي شفيتم بجراحاته لأنكم كنتم كمثل خراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعيكم وأسقف نفوسكم، لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يزول وشهوته معه، أما نعمة الله فتبقى إلى أبد الأبد كلها أمين. شرب
طاف إيش باتشو سيس فصل من رسائل آبائنا القديسين الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركة صلواتهم وطلباتهم وشفاعتهم تكون معكم ومعي يا أبائي وإخوتي أمين. ففتح بطرس فاه وقال: إني بالحق أرى أن الله لا يأخذ بالوجوه، بل في كل أمة الذي يتقيه ويصنع البر مقبول عنده. وهو أرسل كلمته لبني إسرائيل مبشرا بالسلام من قبل يسوع المسيح، هذا هو رب الكل. وأنتم تعرفون الكلمة التي كانت في كل اليهودية مبتدأ من الجليل بعد المعمودية التي كرز بها يوحنا. يسوع الذي من النصرة كمثل ما مسحه الله بالروح القدس والقوة، هذا الذي جاء يصنع الخير ويشفي كل الذين قهروا من الشيطان لأن الله كان معه. ونحن شهودا لكل شيء صنع في قورة اليهودية وفي أورشليم، هذا الذي قتلوه أيضا معلقين إياه على خشبة. هذا قامه الله في اليوم الثالث وأعطاه أن يظهر ليس لجميع الشعب بل للشهود الذي سبق الله فاختارهم، الذي هم نحن الذين أكلنا وشربنا معه من بعد قيامته من بين الأموات. وأمرنا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات. وهذا الذي شهد له جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسم غفران الخطايا. لم تزل كلمة الرب تنمو وتزداد في هذه البيعة كل بيعة أرثوذكسية. آمين. الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ورحمته الآن وكل آن إلى دهر الدور كلها أمين. لم تزل كلمة الرب نامية في هذه البيعة وكل بيعة أرثوذكسية أمين. أعلموا يا أبائي وأخوتي الأحباء أن اليوم هو 17 من شهر توت المبارك، أحسن الله انقضائه أعاده على جميعنا ونحن في هدوء واطمئنان مغفور أسامي الخطايا والزلات من قبل مرحم الرب. يا أبائي وأخوتي أمين. نعيد في هذا اليوم بتذكار ظهور الصليب المجيد الذي لربنا يسوع المسيح، هذا الذي أظهرته الملكة المحبة لله القديسة هيلانا أم قسطنطين من تحت كوم الجلجسة الذي أمرت بإزالته. أما سبب وجود هذا الكوم فهو أنه لما رأى رؤساء اليهود قصة العجائب التي تظهر من قبر المخلص من إقامة الموتى وإبراء المقعدين، غضبوا ونادوا في جميع اليهودية وأورشليم: كل من كان صداره أو عنده تراب فلا يلقيه إلا في قبر يسوع الناصري. واستمر الحال على ذلك أكثر من 200 سنة حتى صار كوما عظيما. ولما حضرت القديسة هيلانا وسألت اليهود عن موضع الصليب لم يفيدوها، وأخيرا أرشدها بعضهم عن رجل يهودي مسن يسمى يهوذا يعرف مكانه، فاستدعته فأنكر أولا، ولما شددت عليه أعلمها مكان الكون فأزلته وأخرجت منه الصليب المقدس وبنت كنيسة وكرست وعيد له في 17 من شهر توت، وصارت الشعوب المسيحية تحج إليها مثل عيد القيام. واتفق أن كان إنسانا مسافرا هو وجماعته مع الشعب إلى أورشليم يدعى إسحاق السامري. هذا كان يبكت الناس على تكبدهم المتاعب في الذهاب إلى أورشليم للسجود لخشبة، وكان من الشعب قس يسمى أخيدوس. وفيما هم سائرون في الطريق عطشوا ولم يجدوا ماء، فأتوا إلى بئر فوجدوا ماءها نتنا مرا، فضاق صدر الشعب جدا. وابتدأ إسحاق السامري يهزأ بهم ويقول: إن أنا شهدت قوة باسم الصليب آمنت بالمسيح.
فغار القدس القس أخيريوس غير إلهية وصلى على الماء النتن ورشمه بعلامة الصليب فصار حلوا وشرب منه كل الشعب ودوابهم. أما إسحاق فإنه لما تناول وعاء ليشرب وجده نتنا مدودا فندم وبكى وأتى إلى القديس قس أخيدوس وخر عند قدميه وآمن بالسيد المسيح وشرب من الماء فوجده حلوا وصار في ماء هذه البئر قوة أن يكون حلوا للمؤمنين ومرا لغير المؤمنين كما ظهر في صليب من نور وبنوا هناك كنيسة. ولما وصل إسحاق السامري إلى مدينة القدس ذهب إلى أسقفها واعتمد منه هو أهل بيته. أما ظهور الصليب المجيد على يد الملكة هيلانا فكان في اليوم العاشر من برمهات، ولأنه دائما يكون في الصوم فقد استبدله الأباء بيوم 17 توت الذي هو تكليس كنيسته. والمجد والسجود لربنا يسوع المسيح للأبد أمين. وفي هذا اليوم أيضا تنايحة المطوبة سأغنوسطة كانت على أيام أونوريوس وأرغاديوس الملكين البارين. وحدث أنه في أحد الأيام أتى رسل من قبل ملك الهند بهدية للملكين، وفي طريق عودتهم وجدوا هذه العذراء سأغنوسطة وفي يدها كتاب تقرأ فيه، فاختطفوها وانطلقوا بها إلى بلادهم، وصارت رئيسة على حشم الملك ونسائه. واتفق أن ابن الملك مرض مرضا شديدا فأخذته في حضنها وصلبت عليه بعلامة الصليب فعوفي في الحال، فشاع الخبر في تلك البلاد ومن ذلك اليوم أعتقت ونالت حريتها. واتفق أن الملك ذهب إلى الحرب فحل حوله قطام وضباب، ولمعرفته بعلامة الصليب التي ترسمها ثأغنسطة صلب على الريح فصار صحوا وبعلامة الصليب غلب أعداؤه. ولما عاد من الحرب خر عند قدمي القديسة طالبا المعمودية المقدسة هو أهل المدينة، فعرفتهم أنه ليس لها أن تعمد، فأرسلوها إلى الملك أونوريوس يعرفونه بقبولهم الإيمان ويطلبون منه قسا يعمدهم، فأرسل لهم قسا حبيسا قديسا فعمدهم جميعا وناولهم من جسد المسيح ودمه. ففرحت العذراء بمجيئه وتوارك كل منهما من الآخر، وأقامت لها ديلا اجتمع فيه كثيرات من العذارى اللواتي رغبن في الرهبنة. ولما عاد القس إلى الملك وأعلمه بعودة أهل المدينة للإيمان بالسيد المسيح فرح كثيرا، واتفق مع البطريرك على سمت القس أسقفا وإعادته إليهم، فابتهجت نفوسهم وكانوا قد بنوا كنيسة عظيمة واحتاجوا إلى أعمدة، وكان هناك هيكل كبير للأوثان به أعمدة، فنقلوها إلى هذه البيعة. وعاد بقية أهل المدينة للإيمان بالسيد المسيح، أما العذراء فابتهجت بما تم، ثم تنحت ذلك الدير وسط العذارى. صلاة القديسة أغنوسطة تكون معنا، ربنا المجد دائما أبديا أمين. إتاذني إسخاي إنهيريني إيكون أنت كونستانتينوس إخون إراكو أوتي جيما إشتام إمفرو إني إرفي أوي أؤون إمفرو إني أكلي Yeah.
تاسو استبرون ازدي مسيري صوني Thanatos, Stavrotis Dimas, Eleisonimas, שליל ולוגיתה סמו ארנה בא כתוב נחמתי أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ونصرة المكرمين إن قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع النص حقا نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس يا رب رحم اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في صلواتنا وتضرعاتنا وصلاة لك أيها رب إلهنا كل الذين سبقوا فرقد يا رب نيحهم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحدنا كلنا خلصنا كلنا رجعنا كلنا شفنا كلنا وقيامتنا كلنا أنت لازم سبحانه أليلويا أليلويا إيسوس بخرسو إبشيري إمف نوتي في إطاف أشفي بستافروس كإخوم خير إمب ساتانا السابسي إنني تشالف غالي إلو يا هللويا سيتم متفوثي وكسمن تواجيو شوي سنتين يوم كين يبلغ يسون توكاتا يو أنن أجي إيو إفانجيليو تو أنا نسمى لكسا سيكيري أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من الإنجيل بحسب ما كتب معلمنا ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع وابنوتو وابنسوتين وابنورو تيريني سوس خريسوس ابشيري مبنوتي اتون بيو نفشايني بيو فابنوتي بشايني انتني نتيرو امين زكساسي كيريا ام
من تراتي المزامير معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. لك ينبغي التسبيح يا الله في صهيون، ولك توفى النذور في أورشليم. استمع يا الله صلواتي، لأنه إليك يأتي كل بشر. ربنا وإلهنا ومخلصنا ملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد. هذا ذاك الزمن عيد التجديد في أورشليم، وكان شتاء، وكان يسوع يمشي في الهيكل في رواق سليمان، فأحاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا علانية. فأجابهم يسوع: قد قلت لكم فلم تؤمنوا. الأعمال التي أعملها أنا باسم أبي هي تشهد لي، ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم. لأن خرافي تسمعوا صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد، ولا يخطفها أحد من يدي، لأن أبي الذي أعطاني هو أعظم من الكل، ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. أنا وأبي نحن واحد. فأخذ اليهود أيضا حجارة ليرجموه، فأجابهم يسوع قائلا: أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، فمن أجل أي عمل منها ترجمونني؟ أجابه اليهود وقالوا: ليس من أجل عمل حسن نرجمك، بل لأجل تجديف، فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. فأجابهم يسوع وقال: أليس مكتوبا في ناموسكم: أنا قلت أنكم آلهة؟ فإن كان قال لأولئك أنهم آلهة الذين صارت إليهم كلمة الله ولن يمكن أن ينقض الكتاب، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم أتقولون له أنك تجدف لأني قلت أنا هو ابن الله؟ إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمنوا بي، ولكن إن كنت أعملها فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمال لكي تعلموا وتعرفوا إني أنا في أبي وأبي فيا. آه
المجد لله داء ان اليثين ويبلهتني بالصفرس نمت فانا استاسيس سوم افيستو ام برومينكسو اخوني بيبا راضي سجفز نروت جفيوت نمشيري إذ أوابت ترياس إجي كفول تن أوش تموس تنتي أونا إن صوفي سبروس من كريا ليسون كريا ليسون خن أم اسمي بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الأب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إلى حق من إلى حق مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس صلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الموات اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس الممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحن بسم الآب نسجد له مجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسلية ونعترف بمعمودية واحدة مفقدة الخطايا وننتظر قيامة الأموات حياة الظهر الآتي آمين كشتي فول خايت هنتي أناستاسي سنتني رف موت نمبيون خنتي بيون اثنيو Of Kistos, it is of Nemati, so Alin Fauka will look at a note, what will a figure in Akli Rina, Mawahiba. يا سيدنا لأن ما أخفيته عن الحكماء والفهماء هذا أعلنته لنا نحن الأطفال الصغار وما اشتهى الأنبياء والملوك أن يروا أذ أنعمت به علينا نحن الخطاة لكي نخدمه ونتطهر بواسطته عندما أقمت لنا تدبير ابنك الوحيد الجنس والسر الخفي الذي لهذه الذبيحة هذه التي ليس دم الناموس حولها ولا بر الجسد أما حمل فروحي والسكين فالعقلية وغير جسمية هذه الذبيحة التي نقدمها لك نسأل ونطلب من صلاحك
يا محب البشر طهر شفاهنا واعتق عقولنا من كل أخلاط الهيول وارسل علينا نعمة روحك القدوس واجعلنا أهلا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية يا رب. موهبتك غير المائتة السمائية بالمسيح يسوع ربنا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا ننصت بشفاعة والدة الإله القديسة مريم. يا ربنا املانا بمغفرة خطايانا نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس لأنك صلبت وخلصتنا رحمة السلام ذبيحة الرب مع جميعكم ومع روحك. أيضا ارفعوا the Lord God of truth, being before the ages and reigning forever, who dwells in the highest and looks upon the lowly, who has created the heaven, the earth, the sea, and all there is therein, the Father of our Lord God and Savior, Jesus Christ, by whom you have created all things visible and invisible, who is seated upon the throne of his glory, and who is worshipped by all the holy powers. Yasidistan. الذي يقف أمامه الملائكة والرؤساء الملائكة والرؤسات والسلطات والكراسي والربيات والقوات. وإلى الشرق انظروا. أنت هو الذي يقف حولك الشيروبي ممتلون أعينا والسرافين ذو ستة الأجنحة يسبحون على الدوام بغير سكوت قائلين الشيروبيم يسجدون لك
أيها الرب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. الذي من فوق بواسطة الماء والروح، وجعلنا له شعبا مجتمعا، وصيرنا طارا بروحك القدوس، هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم وبذل ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا، نزل إلى الجحيم من قبل الصليب. حقا السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، وحدد يوما للمجازى هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كحسب أعمالي. كرحمتك يا رب وليس الذي
للتقوى لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوباويتين المحييتين. نؤمن أن هذا هو بالحقيقة. سيد كل أحد و شكرا. آمين. باركه. آمين. تلاميذ القديسين والرسل الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة. بعد العشاء مزجها من خمر وماء وشكرا. تلاميذه القديسين ورسله الأطهار قائلا خذوا اشربوا منها كلكم لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوا لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة. آمين.
كيواي او انت تنوب الخمباي افوت فاي تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى ناقي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب صعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورعداء آتين نسبحك نباركك نخدمك نسجد لك خوش خمين آمين بيعيك من انتظاي في انصوم عيسو ومن طاين آتيا خطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتنم قدساتك تار أنفسنا وكسن ورحنا لكي نكون جسدا واحد وروحا واحد ونجد نصيبه وميراثا مع جميع الخدس الذين أرضكم ذي البد اذكر يا رب السلام كنيستك الوحيد الوحيد المقدس الجامع الرسولية من أجل سلام كنيسة الواحد المقدس الجامع الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية يا رب يرحم هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الأساقف الأرثوذكسية الذين فيها أولا أذكر يا رب نفس أبينا الطباء المكرم البطريرك القديس البابا أنبشنود الثالث تفضل يا رب إن احنا في فردوس نعيم مع قديسيك ونعم بأن تقيم لنا راعين صالحين رع شعبك بالطهارة والعدل وعن نفس أبينا مثلث الرحمات البابا الأنبشنود الثالث لكي رب المأيرنا في نفسه في فردوس النعيم في أعضاء أبانا القديسين
إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإنهم لنا براع صالح استخدم شعبه بالطهارة والعدل، واغفر لنا خطايانا يا رب ارحم الذين فصلونا كلمة الحق باستقامة أنبياء ملابياتك المقدسة ومقاتلك بسلام. اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة، صلوا من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والبداقيين وسبع طغمات كنيستي يا رب ارحم، وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب ان ترحمنا كلنا معا، ارحمنا يا الله الضابط خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل موضع كل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينة نازي وسائر المدن والأقاليم والجزائر والأديور يا رب ارحم، والساكنين فيها بإيمان لا تفضل يا رب. هواية السماء وثمرة الأرض مياه النهر والأمطار وزروع عشب نبات الحقل في هذه السنة باركها. طبوا أنا والسماء وصبارة دار صعود ميل النار والزروع العشب ونبات الحقل في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلى نتحنى على قبلته ألا سنع يده يغفر لنا خطايانا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم، أصعدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض ليروى حرثها لتكسر أثمار وأعدها للزرع والحصاد، ودبر حياتنا كما يليق ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، من أجلنا كل نحن الذين نرجوك أن نلبس اسمك القدوس، لأن عيني كل تترجاك لأنك أنت لست تعطيهم طعام في حين حسن. اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذا كلنا كفى في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب ارحم. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب شون سوساني بنت مكمونو كاني سنشيني سنرج بين فرمي بنت نيسوا بنتاك أري قداك سنة بتشويس انتك أرقف مبئي نيسوا وابتير وطورناك جنب النيوتي اسو ني باتريارشيس ني بروفيتيس ني أبوستولوس ني رفيوس ني فانجيليستيس ني مارتيروس ني هومولوجيتيس ني ماني فيرين اسمي اذا بقوك ايبول خنفنا آتي ان او او زي وبالاكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين وليلة الإلهي القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة بالحقيقة. ما
وقديس يوحنا السابق السابق والشهيد، وقديس ستفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء، وناظر الإله الإنجيل مرقس الرسول الطاهر، والشاهد والبطير قديس سويرس، ومعلمنا ديوسقوروس، وقديس أثناسيوس الرسولي، وقديس بطرس الشهيد الطاهر، ورئيس الكهنة. And Saint John Chrysostom, Saint Theodosius, Saint Phaeus, Saint Demetrius, Saint Cyril, Saint Basil, Saint Gregory the Theologian, Saint Gregory the Wonder Worker, and Saint Gregory the Armenian, the 318 assembled at Nicaea, 150 at Constantinople, and the 200 Ephesus, our righteous Father, the great Abba, and the righteous Abba Paul, the three saints, Abba Macari, and all the children, the cross bearers, our Father Abba John Higomen, our righteous Father Abba Bishoy, the perfect man, the beloved, our good Savior, our Father Paul of Tomorrow, Isaac, the disciple of my Lord, the Roman Fathers Maximus and Demetrius, the 49 martyrs, the elders of Shahid, the strong son Abba Moses, and John Cami, the priest, our Father Abba Daniel, the Higomen, our Father Abba Isidore, the priest, our Father Abba Chum, the Knunia, and Theodore, his disciple, our Father Abba Shnuda Ashmer, and Abba Wisa, his disciple, and the Prince of Martyrs, St. George, and the choir of your saints, whose prayer supplication have mercy on us all, and save us for the sake of your holy name, which is called upon us. Recite the name of our Holy Father, the Patriarch, who have fallen asleep. O Lord, repose your souls and forgive us our sins. My dear holy, blessed be with us. Amen. Glory to Lord, bless us. Lord, rebuild them. Amen. Uskuri, Ya Rabb, nafsa abina tubai, batrarka mukarram al-anba, shunuda al-salis. نيه نفسه مع جميع القديسين هؤلاء وكل أحد يا رب، الذين ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم، الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا، الذين ركضوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح. تفضل يا رب، أذكر نفوس عبيدك بشرى جاد يوسف لطفي يوسف متى مرقص فرج رفعت الوزان ماهر لبيب إبراهيم يوسف سمير فرج عبد الملاك الوزان هيرمز باريكس إيريني سمير ليندا بشارة إلين حنا ماري عازر ماري سيف إيفون كامل ملكة فرج عزيزة فرج فل عبد المسيح عبد النور هنية سليمان. تفضل يا رب، نيح نفوسهم جميعا في حضن أبان القديسين إبراهيم وأسحاق ويعقوب، قالهم في موضع خدع على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب من الحزن والكآبة والتنعد في نور قديسين. يا رب ارحم.
الذين خط أنفسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع، ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمانك ونعم لنا بسلامك إلى التمام. كما كان هكذا يكون من جيل وإلى جيل وإلى ظهر الدهور. آمين. واهدنا إلى ملكوتك لك وبهذاك مع أيضا في كل شيء يتمجد وتبارك وارتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس السلام لجميعكم ولروحك أيضا. أيضا فلنشكر الله ضابط الكل يا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونغضم اسمه القدوس. وأيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركتي وإصعاد أسراري الإلهية الغاي للميتة. لجسدك المقدس والدم الكريم ولدمك الكريم ضابط الكل الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا يا رب تألم كلمة الله بالجسد وذبح وانحنى بالصليب وانفصلت نفسه من جسده إذ لاهوته لم ينفصل قط لا من نفسه ولا من جسده. كريا ليسون كريا ليسون يا رب رحم. وطعنا في جنبه بالحرب
الكربتي وجرى منه دم وما غفرانا لكل العالم وتخضب بهما جسده وأتت نفسه واتحدت بجسده وعوض الخطية المحيطة بالعالم مات الابن بالصليب وردنا من التدبير الشمالي إلى اليمين وأمنا بدم صليبه ووحد وآلف السمائيين مع الأرضيين والشعب مع الشعوب والنفس مع الجسد وفي اليوم الثالث قام من القبر المسيح قام من بين أموال واحد هو عمانوئيل وغير مفترق من بعد الاتحاد وغير منقسم إلى طبيعتين هكذا نؤمن وهكذا نعترف وهكذا نصدق أن هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد كريا ليس إن كريا ليس يا رب رحام أنت هو المسيح إلهنا الذي طعنا في جنبه بالحربة فوق الجلجثة بأورشليم لأجلنا أنت هو حمل الله حامل خطية العالم اغفر ذنوبنا واترك خطايانا وأقمنا عن جانبك اليمين كريا ليس إن كريا ليس يا رب رحم يا الله أبا ربنا وإلهنا يسوع المسيح الذي من الكاروبيم يتبارك ومن السرافيم يتقدس ومن ألوف ألوف وربوات ربوات الخدام الناطقين يتعظم الذي يقدس ويكمل القرابين وتكميل الأثمار التي قدمت لك رائحة لذيذة قدس أيضا أجسادنا وأنفسنا وأرواحنا كلنا لكي بقلب طاهر ووجه غير مغزي ندعوك يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول آمانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين choice.
إنوبيون سو أبونا أنطونيو أبونا توماس يا رب سكولادك يا رب مش أنسى شكرا رب شعب هذه الكنيسة يا رب سكاسمة تخدمي دبرونا أنسى مرضى شعب يشو نسمة طهرنا أنسى سكر يا رب ضعفنا خطايا خاصة نقسات قلبة تمشو وشعب يا سيد أمفردين اذكر يا رب اجتماعاتنا مالكا ستيس امين كتب نف مصر برسخ من امين امين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم القدس بارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس آمين واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين Oh!
يعترفوا إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي وأسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا غفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين 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 أؤمن أن هذا هو بالحقيقة آمين اطلبوا أن ننقل المسيحيين الذين قالوا من أجلنا نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون مع جميعكم رتلوا بناشيد قائلين الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة الطاهرة السماوية يا رب رحم بخريستوس بشيري امي فنو تيفي ايطاب عش ايبي استابروس اسمو ايروب هن او ابسال تيريون نمو اوكي ثارا اللي لويا ايسوس بخريستوس بشيري امي فنو في طف أشفى بالصبر وسزم إيروب
خينا هنكم كم نما نخرس ليلو يا يسوس بخريستوس بشيري ام فنو تي في اتاو اش ابي اس تافروس اسمو ايرو خينا هنكب نمو اور غانون اللي لويا ايسوس بخريستوس ابش مبارك الاتي باسم الرب مبارك الاتي باسم الرب ايسوس بخريستوس ابشيري ام بنوتي في اطف اشفى بستافروس ازمو ايروف خنانك فالون نسيتو ازمي الليلو يا يسوس بخريستوس ابشيري ام افنوتي في اي طاب اش ابي اس تاوروس اسمو روخن عن كيم فالون انتي اوي اش للوي الليلو يا ايسوس بخريستوس ابشيري ام ابنوتي في اطف اشفى بستبرد نيفن نيفن مرو ازموتي رو ام برا نعم شايس بنوتي الليلويا يسوع المسيح ابن الله الذي صلب على صالح سبحوا الله في جميع كديسي الليلو يا الليلو يا يسوع المسيح ابن الله الذي صلب على صليب سبحوه في جلد قوته الليلو يا الليلو يا يسوع المسيح ابن الله الذي صلب على الصليب سبحوه على مقدرته هللويا هللويا So I
المسيح ابن الله الذي صلب على سبحوه بأوتار وأرغون هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله الذي صلب على صليب سبحوه بسنق حسنة الصوت هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله الذي صلب على سبحوه بسنق التهليل هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله الذي صلب على صليب كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا ليلو يا إيسوس بخريستوس بشيري ابنوتي في إطف أشفى بالصبر الزوك سبتي كي أجيو ابن الماتي الليلو يا يسوع بخرج بشيري أمت نوتي في إطاف أش في أستار سكنين كائن كيسوس إيونا سوني أونونا آمين ليلو يا إيسوس في خريستوس إبشيري إمف نوتي في إطاف أش في أستار الليلو يا الليلو ساسيوتيوس مونا الليلو يا إيسوس في خريستوس شيري أمف نوتي في طاب أش في أس طاورس الليلو يا الليلو يا في أو فاف نوتي في الليلو يا إيسوس في خريستوس إبشيري أمف نوتي صوتهم إيرون أوه ناين أنجيس اسمروت إنجي إبيوت نمف شيري نمبي أفنوما إت أوابتي إترياس إتجي كيفول تن أوش نموس تنتي أونا بالصليب ربي فداني بكيامت أقمني وأحياني بالصليب ردي كياني فتح لي باب الفردوم كيريه ليسون كيريه ليسون يا ملاك الذبيحة صعب تذبيحة اذكرنا أمامك مجد لله في العال وعرض السلام وبالناس المصر أمين الليلو يا ذوق سابت ريكايو كي أجيو من ماتي كانين كاين ك
كيسوسي ونصوني ونرامي تنوشي ولنغو اموشي وفنشو يسوس بخريسوس في اتباشي بستورس اك اخم خيم بساطانا سابي سيتني نتشالا سوتي امونو وهلي كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا بلوغي سون امين اسمو ايرو اسمو ايرو يستين تنيا خوني ايوغم في اسمو امين سشوبي واغفر لنا خطايانا لان لك الملك والقوه والمجد الابد امين. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا ابانا الذي في السماوات تقدس اسمك ياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا الذي الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا المذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. والآن محبة الله الآب نعمة الابن الوحيد ربنا الآن مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام الرب يكون مع معكم أيضا يا أبائي وكل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. بعيد الصليب ربنا يعيد عليكم كل الأيام بخير وبركة الصليب تكون معاكم وتحرسكم وتقويكم. نشكر الله على هذه البركة وتشريف أبونا أرسنيوس جورجي معانا النهاردة في القداس الإلهي راعي كنيسة ماري جرجس خمروية في شبرا. ربنا يديله الصحة والقوة ويبارك في خدمته وفي صلواته ومتعنا بالقداس وبصلواته اللي رفعتنا للسماء. دلوقتي في كنيسة ماري مرقص في جنازة المرحومة هنية سليمان حمات أبونا ميخائيل ميخائيل الكاهن العام الساعة 11:30 اللي هيقدر يروح يشارك في هذا التذكار.